قضايا نتناولها في هذه الحلقة من برنامج محطات خليجية، معكم مراد بوعلام الله، أهلا بكم مشاهدينا. ولمناقشة موضوع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيد محمد الرباط، نائب رئيس مركز التدريب بشركة سايتس باور. سيد محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا. بداية، ما هي أهم نشاطات شركة سايتس باور المتخصصة في التدريب على ما أعتقد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا أخ مراد على هالبرنامج المفيد. شركة سايتس باور منركز على التدريب للتراخيص العالمية. التراخيص العالمية بتتضمن مركز معتمد ذهبي لمايكروسوفت، ثاني مركز بدبي يوصل لهالمستوى، مركز معتمد من أوراكل وأدوبي وغيرهم، كلهم بمجال تكنولوجيا المعلومات. طيب في هذا الإطار، ما هي أهمية أو أين تكمن أهمية شهادات التعليم المتخصص في تكنولوجيا المعلومات العالمية؟ أي نعم، الشهادات العالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات، بما أنه مصدرها الشركات اللي بتصنع التكنولوجيا نفسها، بتساعد الشركات كتير أنه تثبت الخبرة العملية الموجودة للموظف، إن كان موظف موجود أو شخص بدهم يعينه. فهي إثبات الخبرة العملية مهمة كتير. وطبعا بالنسبة لتصديق هالشهادات، مع أنه غالب المدراء أو يعني على عينه ما بيطلبوا تصديق هالشهادات، ولكن يمكن تصديقهم مثل أي شهادة جامعة عالمية. طيب في هذه الحالة، هل يمكن أن تعوض هذه الشهادات، شهاداتكم، شهادات الجامعية؟ هذا سؤال كتير بينسأل، ولكن ما في أي شهادة تقنية ممكن تعوض الفائدة تبع الشهادة الدراسة الجامعية، يلي هي قاعدة مفيدة إن كان بمجال الشبكات أو البرمجة أو التصميم. ولكن بسايتس باور دائماً بننصح زبايننا يقدموا الجامعة أول إذا عندهم الإمكانية، وبعد هيك يتخصصوا ببرنامج أو بتكنولوجيا معينة خلال الترخيص العالمية. هناك تركيز كبير على عمليات التدريب في منطقة الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، التدريب في تكنولوجيا المعلومات. أين تكمن أهمية البرامج التدريب؟ في دراسات سنة ورا سنة من شركة IDC مثلا بتورجي أنه في دائما نقص بالكفاءات البشرية الموجودة بالخليج. بالإضافة لهيك، في دراسة لسيسكو للشرق الأوسط بتدل على فجوة المهارات الموجودة بالمقارنة مع المهارات الضرورية للشركات أو المؤسسات توصل لأهدافها. المشكلة أنه الشركات أو المؤسسات لما بيقضوا جهدهم عم يتبادلوا موظفين عواض ما يوصلوا لأهداف الموجودة. هاي المشكلة اللي بتصير حتى ببلاد مثل الإمارات والبحرين، كمان مبنية على دراسات IDC يلي هن أواية بهالاستثمار. نعم سيد محمد، إذا فهمت من كلامك، إذا هناك ليس هناك تركيز من قبل الشركات على تدريب موظفين جدد، إنما هناك تبادل الخبرات، يعني تبادل للموظفين، أي انتقال، لنقول حركة انتقال للموظفين من شركة إلى أخرى. بالزبط. ليس هناك خلق لموظفين جدد. بالضبط. ولا بمعنى ليس هناك استثمار في التدريب. بالضبط. ولا لا للموظفين الجدد ولا للموظفين الموجودين. النسب هي حسب الدراسات IDC كمان، مع أنه الإمارات والبحرين مثلا من أعلى شركات اللي بيستثمروا بالتكنولوجيا المعلومات، بيضلوا بعاد كتير عن نفس أنواع المؤسسات بأمريكا وبأوروبا. لازم ننتبه أكتر كمؤسسات أنه الموظف يلي هو من أهم قوى الشركة، التدريب ليس مجرد تكلفة ولكن استثمار مثل ما قلنا، لنحسن الإنتاجية تبع الموظف ونحببه أكتر بالشركة حتى ما ينتقل لشركة تانية أو لبلد تاني ويضلوا متشجع للمجال هذا.
طيب هنا تسأل، ما هو دور التعليم الإلكتروني في تطوير أداء الشركات الاقتصادية؟ نعم، التدريب الإلكتروني له دور مهم. حتى سايتس باور دخلنا من جديد لأول احنا أول موزع لموقع ليرن أونلاين يلي بيوفر التعليم الإلكتروني تبع شركة ألمنت كي العالمية المعروفة بهالمجال، من دورات كمبيوتر لدورات بزنس من هارفارد. وميزة مهمة بحكي عنها من كل أنواع التدريب الإلكتروني هو قديش قوة برنامج إدارة التعليم يلي بيساعد الشركة أنه تتابع الموظفين وين عم يقدروا يوصلوا، عم يحضروا كيف بدنا نختار الدورة الضرورية، ويا ترى عنا سجل من تاريخ كل موظف والتدريب اللي صار. بشكل عام في عنا ثلاث ميزات يلي موجودين يلي ممكن الشركات نستفيد منها من التعليم الإلكتروني. أولا بالنسبة للدورات المبدئية، البرامج المكتبية مثل الأوفيس وغيرهم، كتير الشركات بيعانوا من تعليم موظفين جداد أو الموظفين اللي جداد على الكمبيوتر نفسه. أيام بيلاقوا صعوبة بسرعتهم بالدورة، أو أهم سبب أنه عندهم سرعة تعليم مختلف عن اللي عنده خلفية طبعا بالكمبيوتر. فمن هالناحية التعليم الإلكتروني ممكن يساعد بتخفيض التكاليف التدريب للناس اللي ما عنده الخلفية بالكمبيوتر. ثانيا كتير من الشركات اللي عندهم نظام خاص فيهم مثل بعض البنوك وشركات الطيران وغيرهم بيستفيدوا، ما حكينا على برامج إدارة التعليم، بيصمموا منهاج لنظامهم الخاصة وممكن يضيفوها على الـ LMS أو برنامج إدارة التعليم، وبيوفروا أكثر، يعني مو بس بمعنى أنه بإمكان الشركة أن تقوم ببرنامج تدريب أو دورة تدريبية لموظفيها بالاستغناء عن وجود أي أستاذ أو أي مدرب بالزبط. بوجود هذه البرامج بالضبط. والمشكلة أنه ما في شركة تدريب بتعرف النظام تبع الشركة الخاصة، النظام الخاص ليقدروا يساعدوهم فيها. يعني كان في بالماضي نقص بالتعليم نفسه ما موجود، ومو مدرب الموظف وشلون بدنا ندربه. وتانيا إذا بدهم يحاولوا يدربوا كذا مية موظف بتاخد معهم مصاري كتير ومكلفة، هلأ ممكن تصير بطريقة كتير معقولة. وتالتا اللي هو السبب اللي احنا سايتس باور دخلنا بالاتفاق مع الاتصالات اللي هي صاحب الموقع ليرن أونلاين، إنه نقدر نجمع بين التدريب الأصلي أو مع الأستاذ مع التدريب الإلكتروني. طبعا بيضل التدريب التقني أغلبيته بيضلوا مع الأستاذ، الأستاذ عنده خبرة لا تتقارن، عنده خلفية بالمجال، بيدل التلاميذ على الحلول اللي بدهم اياها. حتى نحن كسايت باور بنركز على تصميم التدريب على المشروع نفسه اللي زبون عم يشتغل عليه. بالإضافة لهيك في البرامج نفسها والهاردوير نفسها موجودة بالصف، والفائدة اللي بتصير من اشتراك التلاميذ وخبراتهم بالصف هاي بتضل مفيدة. بعد هيك بيستفيدوا انه معلومات إضافية ممكن يحصلوها متى ما الشخص صار خبير بهالموضوع من خلال التدريب الموجود، بيقدر يقوي حاله بتدريب إضافي. نعم. سيد محمد مطرون للتوقف هنا نظرا لضيق الوقت. سيد محمد الرباط نائب رئيس مركز تدريب بسايتس باور، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.